اهلا يا دراهم، عاملين ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه رسمه عن عيد الفطر. كل سنه وانتم طيبين. فقبل ما نبدا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. زي ما انتم شايفين جبت مسطره وقلم رصاص. زي الرسومات اللي بنرسمها على القناه بتكون بقلم رصاص واحد بس. ببدا اعمل خط مستقيم لفوق زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بعمل تانية لناحيه الشمال. رسمه النهارده بسيطه، يا ريت اللي يرسمها ابعت لي على حسابي على الانستجرام، هتلاقوه في صندوق الوصف، او على حسابي على الفيسبوك برضه هتلاقوه في صندوق الوصف. روحوا تابعوني عليهم، بنزل عليهم حاجات مهمه جدا جدا جدا، فلازم تكونوا متابعيني عليهم. زي ما انتم شايفين عملت خط تاني زي اللي انا لسه عامله ناحيه الشمال، عملته ناحيه اليمين، يعني الاثنين يكونوا زي بعض زي ما انتم شايفين. ومن فوق هعمل زي شكل خط كده صغير، ولكن لو في اي تعديلات او في اي تظبيطات قبل طبعا ما بنتقل بنعمل التعديلات. يعني خططوا الاول بخفيف، بعد كده لما تتاكدوا خلاص ان كله تمام ابداوا بقى تقلوا براحتكم. ده اللي بقوله كل رسم، لازم نخفف ايدينا في التخطيط زي ما انتم شايفين اهو. وببدأ اهو اتقل حاجة بسيطة كده مثلا عشان خلاص اتأكد ان ده تمام، هو ده المكان المظبوط. زي ما انتم شايفين بعمل خط كده بالعرض في نص تقريبا البرج، او مش البرج ده، المأذنة يعني. زي ما انتم شايفين بنعمل خط تاني كده يدينا منظر للرسمة ويدينا شكل حلو الطريقة دي. خط تاني نمشي بنفس الطريقة بس خط تاني، يعني نفس شكل المأذنة اللي احنا عملناه بس بخط تاني زي ما انتم شايفين الطريقة دي اهو كده. احنا عملنا الخط التاني، هنبدأ بقى نعمل شكل الشبابيك زي ما انتم شايفين. بنعمل ثلاث شبابيك كده عبارة عن اشكال زي المثلثات الطريقة دي زي ما انتم شايفين. وبعمل بقى كمان شباك او نافذة او زي ما بتقولوها يعني. بعمل واحد تحت الخط اللي احنا عملناه بالعرض، وبعمل واحد تحته كمان تاني زي ما انتم شايفين، يبقى اتنين تحت بعض كده الطريقة دي. زي ما بقول لكم رسمة النهارده سهلة، ما تكسروش يا جماعة، وجيبوا ورقة وقلم وابدأوا ارسموا معايا واحدة واحدة، هتلاقوا الرسمة طلعت كمان ممكن تطلع أحلى من اللي أنا رسمها. فارسموها وصوروها وابعتوها لي على حسابي على الانستجرام، هتلاقوه في صندوق الوصف، أو على حسابي على الفيسبوك برضه هتلاقوه في صندوق الوصف. في ناس كتير بعتت رسوماتها، واحدة واحدة بنبدأ نطور من نفسنا، فالمستوى بتاعهم بيعلى. عايز مستواك يعلى، انا بتابعك اهو بطريقة مجانية وبأسهل طريقة. زي ما انتم شايفين بنعمل الظل، الظل كده بس منظر يدي شكل حلو مش اكتر. بعمل خطوط كده زي ما انتم شايفين بالقلم الاتش بي اللي انا بستخدمه العادي جدا، موجود في كل بيت. في ناس بتقعد تقول لي احنا ما عندناش قلم اتش بي فيبر كاسل او ستيدلر. يا جماعة أنا قصدي قلم اتش بي أي ماركة، أي قلم رصاص يا جماعة تقدروا تستخدموه، أي قلم رصاص حتى لو ماركة مش معروفة خالص. الرسم مش بيقف على ماركة أو على نوع قلم أو على حاجة. أنت قدامك خامة تستخدم حتى لو أقل حاجة خالص، لأن ده قلم رصاص يعني مفهوش الخامة اللي هو يعني هتبقى جامدة أوي. قلم رصاص عادي جدا احنا بنخطط بيه بس مش أكتر، مش الوان يعني مثلا ان هي الالوان هتبقى غامقه او فاتحه او كده. زي ما انتم شايفين بنعمل زي الهلال اللي بيكون فوق الجامع. زي ما انتم شايفين بعمل خط بالعرض كمان عشان نعمل شكل كده جامع صغير جنب المأذنه الطريقه دي. طبعا اللي عنده فكره الفيديو جاي او رسمه عايز نرسمها او مشروع مطلوب منه في المدرسة يكتب لي تحت في الكومنتات وهحاول انفذ له الرسمة في اسرع وقت. زي ما انتم شايفين بعمل الشبابيك في نص
الخط اللي عملناه في النص في الجامع زي ما انتم شايفين اهو بالطريقة دي، مثلثات كده زي ما انتم شايفين، والمثلثات دي بنظللها كده تظليل خفيف من الشمال، وبنظلل المثلثات اللي في المأذنة كمان، والمثلثات اللي تحت برضو دي بتتظلل زي ما انتم شايفين الطريقة دي. دلوقتي هو هنبدأ كمان نعمل التظليل التاني اللي هو اللي على الجنب، قصدي الخط التاني، معلش الخط التاني اللي بيكون بنفس الطريقة، يعني مفيش فرق، احنا بس بنعمل خط تاني يدينا منظر مش اكتر. وبعدها نبدأ بقى نعمل الظل زي ما انتم شايفين، الظل عبارة عن خطوط كده يدي منظر حلو، بس زي ما انتم شايفين انا مسيحتوش، بس قلت اسيبه كده عشان يدي منظر احلى للرسمة. ودلوقتي هبدأ ارسم شكل الهلال. طبعا شكل الهلال بسيط جدا، نص دايرة كده ونص دايرة تاني فوقيه، ولكن الهلال بيكون يعني نازل على شكل حد او على زاوية ضيقة في اوله وفي اخره زي ما انتم شايفين. بعمل دلوقتي النجمة بتاعت الهلال، طبعا نجمة بسيطة جدا، نجمة خماسية زي ما انتم شايفين، سهلة جدا، عبارة عن مثلثات، مثلث اليمين، مثلث الشمال، مثلث فوق ومثلثين تحت زي ما انتم شايفين. ودلوقتي بقى ممكن ابدأ اعمل تظليلات كده في النجمة، وطبعا عملنا تظليل خفيف في الهلال، خطوط كده بسيطة. دلوقتي ممكن تكتبوا عيد الفطر المبارك، اكتبوها بطريقتكم، انا قلت اكتبها بطريقة عامية جدا او مش عامية، يعني بطريقة بسيطة، ما رضيتش ان انا اعملها 3D والكلام الكبير ده، عشان الرسمة تبقى بسيطة وسهلة لاي حد، اي عمر ممكن يرسم الرسمة، عندك 7 سنين، عندك 6 سنين، عندك اقل كمان تقدر ترسمها، صدقوني يعني 6 سنين، من اول 6 سنين مثلا او 7 سنين يقدروا يرسموا حاجات بسيطة، يعني على قد جهدهم يقدروا يستخدموه في الرسم، فاهم؟ عندك 6 سنين، عندك 15 سنة، عندك 20 سنة، عندك 40 سنة، عندك 60 سنة، الرسمة بتكون سهلة لجميع الأعمار. زي ما انتم شايفين عملت شكل زينة كده، عملت خط للشمال وخط لناحية اليمين، بس رسمة بسيطة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا دراما لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، اكتبوا رأيكم، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.